بشرى سارة، للمواطنين ابتداء من الغد سيكون سعر كرتونة البيض 145 جنيه، وخفض أسعار الدواجن بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%. مبادرة جديدة لخفض أسعار السلع كشف عنها وزير الزراعة مؤخرا، وأكد أنه ستكون هناك أسعار جديدة للدواجن والبيض وسيتم تطبيقها بدءا من يوم غد الثلاثاء. فدعونا نتابع معكم التفاصيل ونوضح الأسعار الجديدة التي تم تحديدها من خلال تغطيتنا الآن. الحقيقة أنه استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقريرا أعده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن مبادرة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%. وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في تقريره أن تلك المبادرة تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والمبادرات الحكومية وجهودها لخفض أسعار السلع، ولا سيما في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين. أيضا أشار السيد القصير من خلال التقرير إلى أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أعلن عن تلك المبادرة أمس في إطار اجتماع عقده وزير الزراعة بحضور ممثلي الشركات والجهات المعنية. أيضا نتيجة لتلك المبادرة تم تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيا، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداء من الأسبوع الحالي وتحديدا اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق 2 أبريل الجاري. وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه في ضوء تلك الأسعار المعلنة وبناء على هذه المبادرة تم تحديد سعر كيلو الدجاج الحي في المزرعة ليكون 85 جنيها و 95 جنيها بحد أقصى في المحال التجارية، وهو ما يعني أنها ستنخفض صباح الغد 21 جنيها عن سعرها اليوم الذي بلغ 116 جنيها. كما ستصل كرتونة البيض إلى 145 جنيها بحد أقصى في المحال التجارية، وذلك بانخفاض ل10 جنيهات عن سعرها اليوم بالأسواق الذي يتراوح من 148 جنيها إلى 155 جنيها. أوضح أيضا وزير الزراعة أن هذه الأسعار سيتم تطبيقها بدءا من صباح غد الثلاثاء 2 أبريل الجاري، مضيفا أن هذا الانخفاض ما هو إلا مرحلة أولى من خفض أسعار الدواجن والبيض في ظل استمرار الجهود الكثيفة لتوفير السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة. أما بالنسبة للتجار الذين يحتكرون السلع لرفع أسعارها فهناك عقوبات صارمة أو رادعة له نص عليها القانون، وتضمنت عقوبات احتكار السلع الحبس أو الغرامة ومصادر السلع وإغلاق ومصادرة السلع وإغلاق المحل الواقع في الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب رئيسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس نهائيا على تعديلات قانون حماية المستهلك بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة وبحكم مصادرتها، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين وساعة الانتشار على نفقة المحكوم عليه. مشاهدينا، في النهاية نؤكد أن هذه المبادرة تأتي تلبية لجهود الحكومة في خفض أسعار السلع وتقديم كافة التيسيرات المتاحة لرفع عبء ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطنين. انتهت تغطيتنا، نشكركم على طيب المتابعة، شكرا لكم وإلى اللقاء.